بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الغلث، الغلث من نباتات الصبارية. وليه شجرة؟ النباتات الصبارية عندنا عدة أشياء متشابهة: الغلث والوبارة وضلوع الضارية اللي تسمى المحط وضلوع الضارية، وعندنا الضغابيس. هذه من الصباريات. في صباريات أخرى ما داعي لذكرها، لكن المتشابه أنا أذكر المتشابه هذا الحين. هذا الثمر قرون، هذا الزهر ولكنه يابس. لو كان كانه عنقود عنب، لو كان أخضر كان جميل جدا. هذا الغلث الثاني نفس الفصيلة، بس القرون حقته يابسة القرون. هذه قرونه. ولا الغلث هذا من الصباريات السامة، سام يعصر للذيب إذا أكل الفريسة، يعصره في لحم الفريسة فيأكله، فيصاب بالغلاث. إذا مات خلال 44 يوم فهم يتابعونه، ولا إذا تعدى 40 يوم فإنه قد يسلم من الموت. ما خلال 40 يوم لا عاد يفتنس بالغنم، ومن جاء يعني صاده، ولا عاد يخاف حتى من العرم. هو يشغل كذا يعني تشوفه كأنه سكران. وهو من العائلة السامة، لها عصارة صفراء وهي السامة. وسلامتك وسلامة المشاهدين.